والله على الموسم صارت على الموسم، اذا اكو بريد يعني يصير العالم تقبل على الشغلات الشتويه حاليا، يعني الشغلات الشتويه تمشي. ايه كالون تي جوارو هاي ترك سودات على زين ترك سودات كالون اكو بالفيونوس اكو هذا البنطلون بالفونوس تركي صيني تركي صيني، هو اكثريه البضاعه هنا تركيه صينيه، هي الدولار فرق السعر هو المواطن يتحمله، هو المواطن يتحمله الفرق السعر مال الدولار، البضاعه يعني تصعد يعني ترك سودي الى ب 10 الى ب 10 يصير 13 14. والله الحركه التجاريه الحمد لله زينه، نحمد الله ونشكره، ومع المواسم صاير شغلنا شتوي شتوي، موسم عيد يجي موسم عيد والحمد لله. حاليا بدا موسم الشتاء، والله يعني بدا بس متاخر لحد ما اشتغلنا، يعني السبب يعني ما اعرف ظروف الناس، هذا السبب يعني لا احنا نشتغل احنا رواتب احنا يعني متعودين عليه، من يجي شهر ال 11 الناس تتوضع الملابس الشتويه تقريبا شهر ونص على التراك سود على القمصله على البلوز من هالشغلات، وشو لحد الان ماكو يعني شيء قليل، حركه قليله اي قليله قليله اي يعني قليله الحمد لله نحمد الله ونشكره. بس الاسعار زينه والله زينه الحمد لله، يعني الشاكيت ما شرط، يعني عندنا شاكيت ب 25 اكو ب 30 واكو يعني اللي محير شكل ولادي شكل شبابي طبعا طبعا، وما نشتغل الا بالتركي. خلينا نقول احنا فتنا بابواب شتاء، المحاصيل العراقيه شبه انتهت شبه انتهت، احنا ستة معتمدين على الاجنبي، الاجنبي لحدنا اليوم من فتح باشرين فتح مو معلوم، عندنا محاصيل ست عايجينا خلينا نقول من بغداد مال موصل، خلينا نقول انتهى ابواب شتاء، والمسواق خلينا نقول الخيار والطماطه والباذنجان والقراع يعني خاصه البصل، يعني بصل فتكر صعد، والخيار اسعار استه اليوم الخيار بالعلوه ب 900 دينار يلحقوا عموله وكروه ونقل، والمازيه ماله تقريبا 1100 1050 يصل، احنا عم بيعه ب 1000 وربع يعني كيلو 150 دينار، والبطاطا خلينا نقول هي بس مال المخازن المحلي بس موجود محلي بخايس وبكشي لاسته، يعني خلينا نقول مثل ما يقول اكسباير، خلينا نقول نص يزيد نص موجود، واسعاره بالعلوه 600 650 البطاطا 700 دينار اكو ب 400 دينار اكو، احنا نبيع 750 1000 الزينه، يعني خلينا نقول الطماطه 750، الباذنجان ب 1000 دينار، الشجر ب 1000 دينار، يعني اسعاره بس اشنو اسعار خلينا نقول السوق يعني غالي، يعني حيل غالي يعني على الصيف يعني غالي، والثاني اقبال الناس ضعيف. والله سوق النبل الحمد لله زين واسعار مناسبه يعني ومعاملتهم طيبه وزينه. والله انا احتاجيت شغلات ثانيه كعطار ببرطله، احتاجيت شغلات عطاريه ونزلت عندي معميلي بالسوق عطار، جيت اسوق من عنده.